بسم الله الرحمن الرحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا مستقيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا شاكرا لأنعمه شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وما كان من المشركين. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك لا يحكم
صبرك إلا بالله. ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق صلى الله عليه وسلم: إن القلوب لتصدأ كما يصدأ الحديد. قالوا: وما جلاؤها يا رسول الله؟ قال: ذكر الله وقراءة القرآن. ويتبين من ذكر الحكيم الذي قتلاه على ما سمع حضراتكم ذلكم العالم الخراج لزعيم فضيلة القارئ الدكتور حامد سفور القطعاني. ووجه قراءة علم الخراج الازهر الشريف والمقيم المعروف بكل البتراء بمحافظة الاسكندرية. وستدرس بني صرادك المقام مهزة وركبت من محلاتكم الكبرى البشمات بز عبد المنصف عوض صالح ابو بلاوة مقيم المعروف بنفس هذه البلدة العابرة. حضرات السادة المعزين الكرام، ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا.